تبون تعرفون انا وين؟ شوفوا انا وين. عودناكم في برنامج في قطر كل مرة نكتشف مكان سياحي جديد، وللحين في أماكن ما اكتشفناها، واليوم عندنا مغامرة جديدة. روح يعني أجواء اللولة، الواحد يتقهوى، وعندنا لكم مفاجأة اليوم وبتستمتعون معنا إن شاء الله. مارينا جيت 29 مثل ما تشوفون، يخوت عندكم لنجات، وخلنا نشوف جدولنا. السلام عليكم. سلام على سلام. مرحبا احمد، شلونك؟ شلونك؟ اخبارك؟ ان شاء الله بخير. الله يسلمك. الله يعافيك. الله يسلمك. جاهز؟ يلا جاهزين. يلا تفضل. حيك يمين. اوبا، من الدخله توين بيدروم عندكم هني ماستر، شيء عجيب الصراحة. هاي الغرفة شنو؟ بعد توين، والواحد لو يجيب هلا وربعه يستمتعون في المكان ويأخذون لهم جولة ممتعة. اه كابتن. يس سير. وي ريدي؟ يا ريدي سير. ليتس جو. وانطلقنا وبدت رحلتنا، ورايحين نستكشف مكان جديد ومفاجأة لكم ولي. يعني شوفوا الكابتن خلاني اسوق، بس السلامة اولا. اللي عنده خبرة في البحر وطريقة السواقة، فقلت حق الكابتن هالكلام، فاعطاني فرصه، قال لي اكيد ما دام انت تعرف البحر، فخلاني اسوق شوي. بس العاده يعني السلام اولا، مو باي واحد يسوق. الجماعه مجهزين، ايش رايكم في المنظر؟ لا، وبعد انا جعت الصراحه، والجماعه مجهزين لنا ريوق، فخلنا نروح نتريق. يعني طبعا الواحد يبتدي صباحه بريوق، وعندكم الخيار تطلبون يا ريوقكم، غداكم، عشاكم، ونبتدي احنا بشاي. مثل ما تشوفون عندنا فلافل، عندنا فطاير، وبعدها نبتدي الانشطه. يعني الواحد لما يقعد على السيف يحس براحة. تخيلوا أنت الحين في نص البحر، يعني شنو الشعور اللي تحس فيه؟ وبالهدوء، بالطبيعة، تسمع حتى 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 أصلا القارب يعني ما تحس بحركته. أه
احمد شلونك؟ خير الله يسلمك. ان شاء الله بخير. خير الله يعافيك. اول شيء اشكركم على هالاستضافه اللي ولا اروع وللحين ما بدا الجدول اصلا. جدول طويل. فكلمنا عن هالمشروع، الخدمات اللي تقدمونها. المشروع هو عباره عن شركه متخصصه في السياحه البحريه، تاجير قوارب يخوت، ومعاها مجموعه خدمات اللي هي الرياضات المائيه او الرياضات البحريه. يعني صراحة البحر متعة، والمناظر الطبيعية اللي تشوفونها في الدوحة، يعني تخيل هذه خلفيتك. فأحمد، يعني الواحد إذا حاب إنه يحجز أو إنه يرتب له جولة سياحية، شو الخطوات اللي لازم يتخذها؟ والله شوف، هو أول شيء المفروض يفكر هو إيش يبي، يعني شنو الخطة اللي في باله. بيطلع مع الأهل، مع الربع، يبيها يعني مع رياضات بحرية أو بس طلعة عادية. بناء على رغبته هو يتواصل يعني مع الشركة المختصة، في كثير شركات في القطاع البحري، ويعطيهم الطلب ماله وهم ممكن ينصحونه أكثر. أنتوا في يخوت سيلين، شو اللي يميزكم؟ إحنا نحاول قد ما نقدر أن خدماتنا تكون متكاملة، ونكون ملتزمين بالأوقات، وأهم شيء عندنا يعني أن راحة الكاستمر وتنوع الخدمات، وأهم شيء أنه يكون يعني تجربته معانا يشوفها ناجحة ويحاول يكررها مرة ثانية. تخيل يختك قلب الدوحة على هالمنظر الروعة، والجاكوزي جو ولا أروع. كنت داوي أنزل البحر، لكن بعد الجاكوزي شكلي مطول شوي، وتم هني فترة وبعدين بننزل البحر. يا أخي القاعدة هني، يعني مثلاً في بريستا الجو بارد، ولكن التحكم بالدرجة الحرارة، التحكم بالفقاعات، مثل ما تشوف. تحمست الصراحة، ولازم الحين مع هالجو لا تقول لي شتا بنقص البحر. بس لحظة، ميوزك. برد أنا من زمان خاطري أجرب سكوتر الغطس. طبعاً هالسكوتر تبي تغوص تقدر تغوص على راحتك، تبي تمشي فوق الموية على راحتك، بس ناقصني النظارات وجاهز للغطس. الدونات ايضا من احدى الانشطه اللي الواحد ممكن يمارسها ويغير جو، تعزل نفسك، يكفي حق ثلاثه اربعه. ايضا عندهم السيفتي مهم، اللايف جاكيت بشكل مستمر حق الاطفال او حق الكبار، حق اي عمر متوفر عندهم، ويوفرون لك هالخدمه وتستمتع بهالاجواء الرائعه. لو تدري ايش اللي صار، ما كان بيدي ان اختار. مو الصوت يسمعني يقول شيء. You have my voice clear؟ اوكي. يعني يا جماعه، احلى من هالقعده شنو؟ تخيل تخيل، والله اتمنى
ان انتم تكونون مكاني وتستمتعون بهالاجواء الطيبه مثل ما تشوفون الابراج ورانا، الكورنيش، جزيره السافلي، اجواء ولا اروع يا اخي. الواحد هني في جازه. تبون تعرفون انا وين؟ شوفوا انا وين. يا جماعة تكفون تكفون، شوفوا الأجواء، شوفوا المكان اللي احنا فيه. الواحد يستمتع سواء صيف اشتاء، ما عندك مشاكل، جدولك عندك، بحرك، يختك، طرادك، متعتك، كل شيء عندكم. يخوت سلين عندهم أنشطة بحرية، عندهم رحلات، عندهم الجدول اللي تبيه موجود عندهم إن شاء الله، وما يقصرون معاكم. ومو بعد الاسم إن يخوت سلين إنهم سلين، لا، هم موجودين في اللؤلؤة ويفرون لك جميع الأنشطة اللي تحتاجها والرحلات البحرية المتوفرة عندهم. طبعا الحين وقت الاكشن، وقت السكوتر. اللي عجبني انه ربطوا حتى السويتش باللايف جاكيت عشان ان كيس طحت ولا شيء. وطبعا السيفتي فيرست، لايف جاكيت، ومثل ما ذكرت عندهم الخدمه موجوده، الأحجام موجودة، اللايف جاكيت، السلامة أولاً، وننطلق. تخيلوا قاعدة الصالة، منظر ولا أروع، تشوف الأبراج حولك، تشوف اللؤلؤة، الكورنيش، تشوف جزيرة السافلية، منظر ممتع ولا أروع ولازم ما يفوتكم. يعني القعدة في الصالة بروحها تعطيك مثل ما تشوفون التفاصيل البحرية موجودة، غير المناظر الخارجية، اليخوت، الواحد يستمتع وهو قاعد في الصالة. أحد الخدمات اللي يقدمونها سيلين ياخت أنه بعد مو ضروري تاخذون هاليخت، عندكم هالجيت بوت اللي ممكن تاخذونه من لؤلؤة وتروحون على طول جزيرة السافلية. صار لي فترة الصراحة أن ما ركبت طرات ولا جت، أجواء ممتعة، مستمتعين، وحين بنروح جزيرة السافلية بناخذ لنا جولة وبنستمتع وأنتم بتستمتعون معنا. يعني لولا البراد كان نزلت ويك بوردنج هنا في القناة واستمتعت، لكن الجو شوي بارد. الظهر اوكي شوي، ها نزلنا قطينا نفسنا في البحر، لكن الحين لا. شكرا، مع السلامة. يعني حتى لو تلاحظون خفر السواحل ورانا دائما، الامان والسيفتي وموجودين ويتابعون العالم ويشوفون الأنشطة الموجودة،
إذا احتاجوا أي حد يحتاج أي مساعدة يكونون لك أول ناس موجودين ويخدمونك وما يقصرون معاك. وصلنا يا جماعة حق السافلية، وطبعاً الجت هاي حده ولنا مريال. وصلنا جزيرة السافلية، الماي بورد بس لازم كلها منك يا مخرج. اوبا، لا والله زين، والله دافي، والله والله زين. يعني مثل ما تشوفون المايك في يدي ماسك شيء عشان ان خفنا انه ينزل في الماي، لكن ها ايش رايك؟ شنو الماي؟ احسن من المساء صح؟ الحلو بعد ايضا ان الواحد يعني يجيب مشاويه، يجيب عشاء غداء ويستمتع، يشوي. عندك هالمظلات الموجوده مثل ما تشوفون في السافليه، يعني الواحد يغير جو في هالمكان ويستمتع، واحنا مستمتعين. وبعد يا جماعه هاي جزيره محميه، تعتبر مكان مهم لنا احنا كمجتمع، المفروض نحافظ على نظافه المكان. يعني اللي ويحط او يشوي ويجيب اغراضه ويستانس لا ينسى انه يشيل قمامته. يعني عندكم ما شاء الله حتى سلات المهملات موجوده، يعني خلصت شغلك، استانست، تعشيت، تغديت، تريكت، خلاص خلصت، لم الله يعزك الزبالة وحطها في سلة المهملات، مو بغلط. يعني الواحد لازم يحافظ على هالمكان. وصلنا حق ختام حلقتنا اليوم، وإن شاء الله استمتعتوا معانا، ومثل ما عودناكم في كل حلقة بنفاجئكم في مكان جديد وجدول جديد، ونشوفكم على خير.